ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال التلميذ: أجاهده. قال الشيخ: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. فقال الشيخ: هذا يطول يا بني، ولكن إذا مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور فماذا تصنع؟ قال: أجاهده. قال: يا بني، هذا أمر يطول، استعن برب الغنم يكفيك كلابه. استعن برب الغنم يكفيك كلابه. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ استعن بالله والجأ إليه، فهو الحصن الحصين والملاذ المكين. ولما كان الله جل جلاله خالقنا ومربينا ومسيرنا فلنتحصن به، فهو الذي يعلم ضعفنا وعجزنا. أيها الإخوة، إن أعظم طرق الوقاية من السحر ومس الجن، أولاً تحقيق التوحيد لله العزيز الحميد، وإخلاص العبودية له، والتوكل عليه. فقلب الموحد قد أشرق فيه مصباح التوحيد، وأزهر فيه نور الإيمان، ومن ثم يخرج منه الخوف من كل أحد إلا من الله تعالى، بل لا ينفرد بالمحبة والخوف إلا الله تعالى. صاحب هذا القلب في جنة وهو في الدنيا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال علماء التفسير: جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. يقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ لذلك في الدنيا جنة، في الدنيا جنة التوحيد، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد قال تعالى: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا، ذاقوا طعمها في الدنيا. إنه التوحيد، أمرك بيد واحد، صحتك بيده، زوجتك بيده، أولادك بيده، رزقك بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، من حولك بيده، هذا هو التوحيد. مرة دخلت إلى مسجد فإذا لوحة تكاد تحتل مقدمة المسجد، تقرأ هذه اللوحة: يقشعر جلدك. هي آية كريمة: يد الله فوق أيديهم. هذا الذي تخافه هو في قبضة الله، هذا الذي تخشاه هو في قبضة الله. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أيها الإخوة، إن قوة الإيمان في القلب تضعف الشيطان، وكلما ازداد إيمان العبد ضعف تسلط الشيطان عليه. دققوا في قوله تعالى: إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. عصى، قصر، حجب، فاستذله الشيطان، جعله يزل. يروى أنه كانت شجرة
تعبد من دون الله. فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة. فجاء ليقطعها غضباً لله، فلقيه إبليس في صورة إنسان، قال له: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها ماذا يضرك لو عبدها غيرك؟ هلا أكثر كلام يقال: دعك من الناس، ينبغي ألا يعنيك أمرهم، دعك منهم. فقال: لأقطعنها. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك؟ لا تقطعها، ولك ديناران كل يوم، إذا أصبحت تجد الدينارين تحت وسادتك. قال: فمن أين لي بذلك؟ قال: أنا لك. فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته. بعد أيام أصبح لم يجد شيئاً، فقام غضباً ليقطعها، فتمثل له الشيطان، قال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: كذبت، ما لك إلى ذلك من سبيل. فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد أن يقتله. قال: أتدري من أنا؟ أنا الشيطان، جئت أول مرة غضباً لله فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما جئت غضباً للدينارين سلطت عليك. أنت حينما تقاتل من أجل الدنيا لا تستطيع أن تفعل شيئاً، أما حينما تغضب لله أنت أقوى إنسان. لذلك قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالشيطان لا سلطان له على المؤمن. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أنت في حصن حصين، أنت بالتوحيد في حصن حصين، وأنت بالاستقامة في حصن حصين. أيها الإخوة، كثرة ذكر الله تضعف الشيطان وتقوي الإيمان وترضي الرحمن، وهي الركن الركين والحصن الحصين الذي يتحصن به الإنسان من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. لذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. أنت حينما توحد وحينما تستقيم وحينما تكثر من ذكر الله ليس للشيطان إليك سبيل. الحديث اليوم عن المعالجة وعن الوقاية. لذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لذلك إذا دخل الرجل إلى بيته فلم يسلم يقول الشيطان لإخوانه: أصبنا المبيت في هذا البيت. طول الليل مشاكل، دخل فلم يسلم،
وإذا جلس إلى الطعام ولم يسمي، قال الشيطان لإخوانه: أصبنا العشاء أيضاً، ما في بركة بالطعام. قال: فإذا دخل ولم يسلم وجلس إلى الطعام ولم يسمي، يقول الشيطان لإخوانه: أدركنا المبيت والعشاء معاً. في بيت كله مشاكل، سباب، ضرب، لعن، شتم، خصومة، عداء، قطيعة قد تستمر شهر. هذا من عمل الشيطان. ابحث عن المعصية. كيف أن ضباط الأمن الجنائي في أي جريمة يبحثون عن المرأة قد تكون وراء هذه الجريمة؟ أنا أقيس عليها. ابحث عن المعصية. ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. لذلك التوحيد، الاستقامة، كثرة ذكر الله. ورد في بعض الأحاديث أنه برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده. لذلك لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولكن قد ينصح بعض الدعاة من مسهم الشيطان بقراءة البقرة. ينبغي أن تقرأ بقلب حاضر لا بقلب ميت. رابعاً، قراءة آية الكرسي: إذا أويت إلى فراشك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي الكريم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ يعني وكله النبي بحفظ أسير عنده. قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول النبي الكريم، فرصدته فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود، ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي. إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية: فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي النبي الكريم: ما فعل أسيرك البارحة؟
قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله، قال وما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. فقال النبي الكريم أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذلك الشيطان في صورة إنسان طبعاً. يعني يبدو أن آية الكرسي بنص حديث رسول الله الصحيح تبعدك عن وساوس الشيطان وعن الكوابيس والمنامات المزعجة والخوف والقلق والإحباط والتشاؤم، لكن بمعناها الله لا إله إلا هو، ما في غيره، هو الغني، هو القوي، هو الرحيم، هو الرزاق، هو الفعال، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع إلا بإذنه، لا يؤثر شيء في شيء إلا بإذن الله، لا يؤثر شيء في شيء سلباً أو إيجاباً إلا بإذن الله، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. أيها الإخوة، ومن نصائح النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أيضاً سادساً قراءة المعوذات، ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بها ما استطاع جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة فطلبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يصلي، فأدركته فقال قل، فلم أقل شيئاً، ثم قال قل، فلم أقل شيئاً، ثم قال قل، قلت ما أقول، قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، وقرأ المعوذتين حينما تمسي وتصبح 3 مرات يكفيك من كل شيء. وفي رواية: ما تعوذ الناس بأفضل منهما بالمعوذتين، ما تعوذ الناس بأفضل منهما. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في غزوة إذ قال يا عقبة قل فاستمعت، ثم قال يا عقبة قل فاستمعت، فقالها 3 قلت ما أقول، قال قل هو الله أحد، فقرأ السورة حتى ختمها، ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق وقرأت معه، ثم ختمها، ثم قرأ قل أعوذ برب الناس فقرأت معه حتى ختمها، ثم قال ما تعوذ بمثلهن أحد إلا بالمعنى الدقيق، يعني وقاه الله من كل شر. وفي مسلم، في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه، وذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. أيها الإخوة، هذه بعض توجيهات النبي في مواجهة وساوس الشيطان، وفي مواجهة السحرة والكهان، وفي مواجهة العرافين والكذابين. ما ذكرت هذه الخطبة إلا لكثرة ما انتشر بين المسلمين لجوء الجاهلات الغافلات، ولجوء الجاهلين والغافلين إلى العرافة والسحرة والمشعوذين. وقد ذكرت لكم في الخطبة السابقة قصة تقشعر منها الأبدان عن هذا الذي انتهك أعراض مئات النساء وصورهن باسم فك السحر والشعوذة وما إلى ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة، كلمتان لا ثالث لهما تجمع كل أنواع التوحيد: لا يخافن العبد إلا ذنبه. لا تخاف من القوي، إنه بيد الله. لا تخاف من طاغية، إنه بيد الله. لا تخاف من شح الأمطار، إنها بيد الله. لا تخاف من عقوق الولد، إنه بيد الله. لا تخاف من نشوذ الزوجة، إنها بيد الله. لا تخاف من ظلم الشريك، إنه بيد الله. لا يخافن العبد إلا ذنبه. خف من ذنبك، ذنبك يسبب لك كل المتاعب. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. والله كلمتان قليلتان خفيفتان تزن الواحد منها جبالاً. لا يخافن العبد إلا ذنبه. لا تخاف من أحد، كل أحد بيد الله. لا تخاف من قوي، ولا من طاغية، ولا من ظالم، ولا من عدو. خف من الله وحده. إذا خفت من الله لم يخفك من أحد غيره. من هاب الله هابه كل شيء، ومن لم يهب الله أهابه الله من كل شيء. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. كلمتان احفظهما. لا تخف، كل ما ترى من مصائب بيد الله، كل ما ترى من ظلم الأقوياء بيد الله، كل ما ترى من طغيان الطغاة بيد الله. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه.